اولا السلام عليكم وكنشكركم على الحضور ديالكم هذه القنوات الالكترونيه، لان من خلالكم كنبلغوا المعاناه ديالنا وكنبلغوا الصوت ديالنا للراي العام باش يحس بالمعاناه ديالنا كسائقين مهنيين في هذا القطاع سيارات الاجره. اولا بحال اللي كيعرف الجميع ان الاضراب جاء نظرا للارتفاع ديال المحروقات، وهذا الارتفاع ديال المحروقات هو مشكل عالمي في الحقيقه، ولكن حنا كسائقين مهنيين في هذا الوطن الحبيب كنعانيوا من الارتفاع ديال المحروقات وتضرينا بالمعنى الكلمه، لان اي سائق مهني اللي كيشتغل من 6 الصباح ل 2 د النهار تزادت عليه واحد 50 درهم يعني كيزيدها الشركات ديال المحروقات ونقصت لهم القوت اليومي ديالو. دونك الا كان كيدي 100 درهم رجع كيدي غير 50 درهم، بما ان الروسيتا ديال المشغل بقات هي لانها محدده، هو ما ضرش، اللي ضر هو السائق المهني. لهذا جات هذه الوقفة هي اللي على المستوى الوطني واللي دعت لها المركزيات النقابية من بعد ما وصلوا إلى الباب المشدود فيما يخص الحوار مع الحكومة. إذا حنا هنايا كننفذوا هذا الإضراب لمدة 72 ساعة وقابل للتمديد بحال اللي خرجت به المركزيات. إذا حنا اللي كنطلبوا به وكنطلبوا الحكومة هو أنه يكون الدعم ديال الغازوال المهني باش السائق يعيش فواحد الظرفيه اللي هي مريحه، لان ارتفاع ديال المحروقات ثلاثه واحد المجموعه من الارتفاعات في المواد الغذائيه الاساسيه. دونك اذا حنا ضرينا بالدرجه الاولى، لان هذه الماده كنستعملوها يوميا في العمل ديالنا، ما كنستعملوهاش من الاسبوع للاسبوع ولا لما كنقولوا خارجين يعني نتفسحوا بحال اللي كنقولوا، وانما حنا كنشتغلوا في سيارات الاجره. ضروري كتدخل يوميا للستاسيون تعمل المازوت وكتقتسم معاهم ديك القوت ديالك اليومي. اذا كنطلبوا وكنشدوا المسؤولين انهم يفكروا فينا ويشوفوا الطريقه ديال الدعم للغازوال المهني، حتى باش يبقى هذا السائق محافظ على لقمه العيش ديالو ويعيش واحد العيشه اللي هي كريمه. ما دمنا احنا في دوله الحق والقانون ودوله المؤسسات، كنتمنوا ان هذه المؤسسات ينظروا لهذه الفئه ولهذه الشريحه اللي هي كبيره جدا كتشتغل في هذا القطاع ديال سيارات الاجره. وبهذه المناسبه كنعتذروا للمواطنين وكنقولوا للمواطنين راه حنايا ما غنزيدوش في العداد باش ما نكهلوش باش ما نزيدوا نضغطوا عليكم بركه غير الزياده اللي هي موجوده ديال في المواد وحده اخرى. لهذا الاضراب ديالنا جا باش الدوله والمسؤولين يلقاو لنا الحل بلا ما نلجؤوا للزياده في العداد، رغم اننا كنشتغلوا بهذه التسعيره اللي عندنا الان. من لما كان المازوت كيعمل 7.30 دراهم، والان المازوت كيعمل 11.41 دراهم، وحنا كنشتغلوا بنفس التسعيره، وهذا هو السبب ديال الضرر اللي لحق بينا في هذا القطاع. والامور هنايا واضحه، لما كنقول كنشتغلوا بالتسعيره شرحت بلي ان كنشتغلوا بهذه التسعيره. لما كان المازوت كيعمل 7.30 دراهم وهي نفس التسعيره، والمازوت شوف فين وصل. اذا اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر. ثم ايضا ما بقينا كنديو والو، لان كنخدموا على مشكره وعلى المحروقات، والسائق مسكين الا طلع له الزهر غيدي شي 50 درهم هذه لا طلع له، اما السبت والحد والله ما يديها. وكنشكركم على الحضور ديالكم وتحيه لكم جميعا. السلام عليكم ورحمه الله. حنا كنتواجدوا الان في هذه الساحه تضامنا مع الاخوان السائقين مسلمين في او بي. سبب الوقفه هو ارتفاع الصاروخي ديال الاسعار اللي ظاهره عالميه، ولكن بالنسبه للسائق المهني مسلمين في او بي ضرر بزاف، وهذا الشيء كيخرج له على القدره الشرائيه ديال. نعطيك مثال بسيط، دابا السائق في الصباح كان كيخدم كيعمر مثلا واحد الثمن ديال المازوت، دابا حاليا تزادت عليه 50 درهم صباحا،
والسائق في العشيه كذلك 50 درهم. هادشي بزاف نظرا لارتفاع الاسعار غادي عالمي، ولكن مع ذلك خصهم يخوضوا بعين الاعتبار ويشوفوا في السائق المهني. السائق المهني ما كيطلبش شي حاجه كبيره، مطالب مشروعه وبسيطه. ارتفاع الاسعار الحكومه ديالها الى من كيران كان وعدنا بان كاين الدعم، وبالنسبه للسائق المهني هذيك الفائض هذيك الزياده اللي كتبقى له في المازوت في الاخر الشهر كيمشي لقسم الولايه الشؤون الاقتصاديه غادي يستافد من هذاك الدعم اللي كيكون الفاق ديال 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 المازوت، ما شفناه شي. غادي بالحكومه ذهب الى بن كيران وهكذا دوالك دابا بزاف، دابا طبح الكي. السائق يعني مسكين كيعاني الامرين صراحه ياك، وما كيطلبش شي مسائل كبيره، ما طايب مشروع. دابا حاليا المازوت عالميا ما اختلفناش، ولكن يشوفوا كاينه حلول. البارح ملي كيتباع ب 50 دولار في كنتو شبرتو عصمه تبروتي وتدخروه، دابا بيعوا للسائق المهني بواحد الثمن مناسب، وبالتالي هادشي راه كيضر. والسائق المهني راه عنده دور كبير دابا حاليا غير هاد الوقفه هادي راه تقريبا 70% 80% ديال الثمار ديالها تعط. المواطن غير مسيب في الشارع، اللي مريض تنمشي يقدم الصحه ديالو، اللي خدام بالتالي انسان هاد المواطن بسيط. وهاد السائق المنهوك مسكين ما كيطلبش شي حاجه، المسؤولين يفتحوا ويتصنتوا ويجلسوا معاه طوال الحوار، ما كنطلبوش شي حاجه كبيره فوق الطاقه. وبالتالي دابا حنا عامين ثلاث ايام، نطلبوا الله هاد المسؤولين يسمعوا لنا ويشوفوا فينا. حنا ما كنطلبوش شي حاجه كبيره، الحق ديالنا عطيوه لنا، الكرامه ديالنا ترجع لنا. والسائق المهني راه نضرو، اللي قال لك الاخوان دابا كتهزهم بثلاثه بهم كتجيهم 550 كتعطيك 5 دراهم دايش، والمازوط عامل 11 دراهم. لا اله الا الله، الانسان يشوفوا فينا وبركه، راه الامور لا اله الا الله وصافي. دابا حاليا دابا المشكل العويص اللي طرح راسه بشده هو الارتفاع الصاروخي ديال المازوت حاليا. غير كنا مشكل المازوت اولا مبدئيا مسائل اخرى كتجي بالتدرج، حنايا ما كنطلبوش شي حاجه كبيره. المازوت حاليا بزاف هو ارتفع عالميا، ولكن في المغرب بزاف. والسائق المهني راه مضرور، وكما قلت لكم في الحكومه دعب الى بن كيران كان وعدنا على اساس هذيك الفائض اللي كيبقى في الاخر الشهر السائق المهني كيدي واحد الفاتوره للولايه على اساس كياخذوا بعين الاعتبار ويردوا له الدعم. شفناش الكلام لا بزاف. السائق المهني من اي سائق فين هو؟ مهمش مضرور، لا كرامه لا بركه. جا الوقت الانسان هاد المسؤولين يجلسوا ويتصنتوا السائق المهني ويشوفوا من حاله، راه طفح الكي. بلا شبرنا بلا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.